لازم نعرف طب ليه الاقبال بتاع الشعب الامريكي على الافوكادو؟ يمكن عشان بيخسس. خسس ازاي يا دكتور؟ دي الواحده حوالي 300 سعر برضه بتخسس. ليه بقى؟ اولا الفوائد منجم من المعادن، مليانه بوتاسيوم، نحاس، مغنيسيوم، منجنيز. 30 جرام دهون، 15 جرام الياف، اكتر من نص الكميه اللي حضرتك محتاجها في اليوم اصلا في واحده بس، 5 جرام بروتين تقريبا، و15 جرام كلي كربوهيدرات ودهون صحيه ومنها الاوميجا 3، فيتامين اي، فيتامين سي، فيتامين كي، فيتامين بي 2 و3 و5 و6 و9. بيقلل الكوليسترول السيء ال LDL وبيزود ال HDL الكوليسترول الجيد، غير انه بيزود البوتاسيوم وبيزود المغنيسيوم والاثنين رائعين للضغط وامراض القلب، بيقلل امراض الالزهايمرز، بيقلل الامراض المناعيه لانه مليان فينوليك كومباوند او فينولات، يعني المكونات حاجه مثلا زي اللوتين، ده حاجه رهيبه جدا للجسم، مضادات اكسده، مضادات التهابات، مضادات سرطانات. رائع الافوكادو للبكتيريا اللي في البطن، يزود البكتيريا النافعه ويقلل البكتيريا السيئه اللي في الامعاء، لدرجه انه ممكن ده لوحده يبقى سبب تخسيس. ويا سلام لو تتعامل بطريقه الجواكامولي المكسيكيه.